نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من أرضية هذا الميدان، ميدان الوذبة عاصمة الميادين، مع انطلاقة هجن أبناء القضاء لسن الإذاع. مسافتنا 5 كيلومتر، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. هذا الشوط الرابع الذي خصص للقعدان المهجنات الأصايل. نذهب مباشرة إلى مسار وانطلاق هذا الشوط مع هذا الكم والعد المشارك في هذا الشوط، مباشرة إلى الصدارة. من يحتل مقدمة الشوط؟ شاهين سعيد بن عبد الله بن كردوس العامري. من يأتي في مقدمة الشوط يعلن حضوره مع القيادة والمسار الأول، ولكن من غير الصدارة مباشرة هنا وأتى مع المركز الأول. أرى رعد، تعود الملكية لمحمد بن عبيد ألف هيده المري. من يقدم لنا رعد هو من يسيطر على الجميع مع مقدمة الشوط. ثاني المراكز مشاهدين الكرام، من يأتي في هذه اللحظات ويغير مباشرة مع المركز الثاني بهذا الصباح. ينطلق مشاهدين الكرام مسموح حمد بن ناصر بن مطيع العجمي، من يقدم لنا مسموح مع المركز الثاني. ثالث المراكز القدوم من نجد، تعود الملكية لحمد بن محمد بن سلومة بن خليفة الخيلي، من يقدم لنا نجد مع المركز الثالث. رابع المراكز الواصل والمتقدم أشقر، خميس بن محمد بن مبارك، من يقدم لنا أشقر بن حمدش. هنا ينطلق في هذه اللحظات أرى نسناس نايف بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري، من ينطلق مشاهدينا الكرام ويغير على الصدارة مباشرة. سادس المراكز الواصل والمتقدم مشاهدينا الكرام مع المركز السادس المارد، تعود الملكية لمنصور بن الطوير بن أسود العامري، من يتقدم مشاهدينا الكرام مع المارد في سادس المراكز. النقلة مباشرة إلى مصيح محمد بن خميس بن علي البطيني مع المركز السابع، من ينطلق في سابع المراكز. ثامن المراكز ينطلق النصر، تعود الملكية كردوس بن محمد بن سالم العامري، من يتقدم مباشرة مع المركز الثامن. أما اللي في المركز التاسع من الجانب الآخر، هناك من بدأ يتدخل شعار بن حاذة ويقدم لنا مشاهدينا الكرام هنا مثير، سعيد بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي مع المركز التاسع. وفي عاشر المراكز الواصل والمتقدم في هذه اللحظات من ياتينا مشاهدين الكرام، ارى اللي هو رعد، تعود الملكية لمحمد بن عبيد ألف هيده المري. هكذا النداء الأول، هكذا النداء الأول للعشر المتقدمة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول وإلى نسناس. نسناس مع الصدارة مع مقدمة الشوط مسيطر مع هذا المسار. تعود الملكية لنايف بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري مع مقدمة الشوط. نسناس هو هناك يهب نسناس للناموس على الصدارة. اللي في المركز الثاني، المركز الثاني يشقر خميس بن محمد بن مبارك الخيلي بن حمدش، من يقدم لنا أشقر مع المركز الثاني. ثالث المراكز مصيح يصيح بنداء الناموس محمد بن خميس بن علي البطيني، من يقدم لنا مصيح مع المركز الثالث. المركز الرابع اللي يتقدم مشاهدينا الكرام، هناك مشاهدينا الكرام شعار السويدي وصل في هذه اللحظات. يا سلام، أرى اللي هو مربش، مربش وصل، مربش لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. ولكن هنا من يتطلق مشاهدينا الكرام ويأتينا في هذه اللحظات نجد حمد بن محمد بن سلومة بن خليفة الخيلي، من ينطلق اللي وصل شاهين علي بن راشد بن حمد البريص المري. من الجانب الآخر يأتينا مشاهدينا الكرام، هناك أرى اللي هو مثير، تعود الملكية سعيد بن سالم بن مطر بن حاذة. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. نعود إلى البداية، الكيلو ونصف الكيلو، الكيلو ونصف الكيلو عن الناموس يفصلنا عن التهاني. أين تتجه في هذا الشوط؟ مقدمة الشوط مباشرة نسناس، نسناس نسناس على الصدارة على المركز الأول. تعود الملكية لنايف بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري مع مقدمة الشوط، مع هنا المركز الأول. المركز الثاني يأتي أشقر
خميس بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي من يقدم لنا أشقر. المركز الثالث مربش سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي الواصل والمنطلق شاهين علي بن راشد بن حمد البريس المري الكيل الأخير يا أخوان ما تبقى إلا القليل. مقدمة الشوط نسراس نسراس على الصدارة مسيطر بكل قوة تعود الملكية نايف بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري اللي في المركز الثاني يشقر خميس بن محمد بن مبارك بن حمد الشرفيلي هنا مربش سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي الواصل هنا شاهين علي بن راشد بن حمد البريس المري قادم هنا مشاهدينا الكرام وينطلق في هذه اللحظات. أرى اللي هو النصر ومثير سعيد بن سالم بن مطر بن حاذة الكتبي ولكن نعود إلى البداية نعود إلى المثلث الذهبي بن حمد الشعلن الحضور مع البداية أشقر أشقر عاشق السلال الشاهينية وصل هنا مربش يا سلام مربش مربش وأشقر أشقر ومربش لمن الفوز لمن الانتصار. السويدي يعلن حضوره بالرشيد سعيد بن خليفة بالرشيد السويدي أشقر مع المركز الثاني ولكن السابح السابح وصلكم السابح يسبح من أجل الناموس سلطان بن ريب بن محمد المنصوري وصل بو عمر ديروا البال من بو عمر ولكن بالرشيد مسيطر بكل قوة مربش أشقر السابح يسبح بالأمتار الأخيرة للناموس يا بن ريو بو عمر وبالرشيد بالرشيد 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 مربش مربش السابح مربش مربش ما سلم ما سلم اجميرة اجميرة سلام السويدي سلام بالرشيد تهانينا والناموس لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي المركز الثاني السابع سلطان بن عريب بن محمد المنصوري المركز الثالث أشقر تعود الملكية خميس بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي المركز الرابع الأسد رشود بن مطلق بن رشود المطلق خامس المراكز كان من وصل في المركز الخامس مشاهدينا الكرام خوف تعود الملكية لطلق بن شاكر بن زيد العبدولي هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لجميع الفائزين ولكن نذهب ها هو السابح وأيضا مربش ولكن لا يسلم الناموس برشيد سبع دقائق 43 ثانية خمسة من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك مربش سعيد بن خليفة برشيد السويدي السابح قدم عرض شكر عليه وشكر منيه سبع دقائق 43 ثانية ستة من الأجزاء تهانينا لمالك السابح سلطان بن ريو بن محمد المنصوري أبو عمر سعد الله صباحك سبع دقائق 44 ثانية جزين من الثانية من وصل أشقر خميس بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي هكذا كانت النتيجة تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الأشواط